بالتحديد جزئية مهمة قوي عايزين نتكلم عنها، ودي بتخص الكرة المصرية بشكل عام وبتتعلق بالبنية التحتية للملاعب المصرية. وفي الحقيقة كل اللي شاف الصور وتابع الصور الخاصة بالاستادات اللي هتستضيف ست ملاعب هتستضيف بطولة الأمم الأفريقية جاله حالة من السعادة والفرح الكبيرة جدا. كل من تابع هذه الصور وكل من تابع هذه اللقطات الخاصة بالاستادات شيء مفرح جدا وشكل أكثر من رائع، أن أنت بتشوف استاد القاهرة مثلا بالشكل اللي في الصور اللي احنا ممكن نكون شفناها وهنشوفها مع حضراتكم أكيد دلوقتي، منظر أكثر من رائع سواء فيما يتعلق بالمدرجات ومقاعد الخاصة بالجماهير وأيضا فيما يتعلق بأرضية الملعب. ده استاد القاهرة قدامك اهو، أرضية الملعب شكل يعني أكثر من رائع من اللي بتشوفه كده في أوروبا، من الحاجات اللي انت بتشوفها كده في أوروبا والماتشات بتاعت الشامبيونز ليج والبطولات الأوروبية الكبيرة بتشوف الملاعب بالشكل ده. اه فعلا والله بتشوف الملاعب بالشكل الرائع ده والنجيلة بتبقى بالمنظر الجميل ده. وهنا الإشادة، كل الإشادة بكل المسؤولين عن تطوير استاد القاهرة الدولي، سواء اللواء علي درويش مدير او رئيس هيئه استاد القاهره، اللجنه المنظمه برئاسه الكابتن محمد فضل، اتحاد الكره المصري برئاسه المهندس هاني ابو ريده، ايضا كمان عندك كل المسؤولين في الدوله اللي اهتموا جدا جدا بتطوير المنشات والبنيه التحتيه استعدادا لبطوله الامم الافريقيه. دي مناظر او دي صور للملاعب اللي هتستضيف بطوله الامم الافريقيه. شفنا استاد القاهره، هتلاقي استاد اسماعيليه كمان بشكل جميل جدا، استاد الدفاع الجوي شكله اكثر من رائع، استاد السلام كمان مميز جدا، استاد الاسكندريه شكله جيد جدا جدا جدا، واستاد السويس كمان حاجه مفرحه قوي. فبالتالي شيء يدعو للفخر وشيء يدعو للسعاده وشيء ايضا مبشر. مبشر لايه بقى؟ لما بعد بطولة الأمم الأفريقية. الأهم إن شاء الله بإذن الله البطولة تخلص بالشكل اللي بنتمناه كلنا، وبالناحية التنظيمية يبقى شكل أكثر من رائع، والناحية المباريات من الناحية الفنية كمان تبقى جميلة جدا، ويكون في متعة للجمهور المصري، والهدف الأساسي إن شاء الله إن المنتخب يحقق البطولة. يا رب بإذن الله الفترة دي أو الشهر ده كله يعدي إيه؟ بكل المصريين بيتمنوه. لكن الأهم بقى إن شاء الله بإذن الله فيما بعد بطولة الأمم الأفريقية إن البنية التحتية والملاعب كلها تكون بالمنظر اللي احنا بنشوفه دلوقتي، تستمر بهذا الشكل الجيد جدا. ليه؟ لان ده هيعود بالنفع على مباريات البطولات المحليه، دوري، كاس، ايا كان في الموسم الجديد، وبالتالي هتشوف اداء اكثر من رائع من اللاعبين. هتقول لي ايه دخل اللاعبين في موضوع النجيله والاستاد وكلام من ده؟ لا، اللاعب لما يلاقي ارضيه ملعب كويسه هيتالق بشكل اكبر، هيكون عنده اريحيه اكثر في المراوغه، عنده اريحيه اكثر في الباص، في التسديد، كلها امور بتساعد اللاعبين على اداء شكل جيد وعلى الاثاره كمان في المباريات، انك تقعد تتمتع، شايف ملعب كويس، شايف جمهور حاضر ان شاء الله باذن الله كمان بعد بطوله الامم الافريقيه، شايف كمان تالق اللاعبين وشايف مباريات كويسه جدا من الناحيه الفنيه، فبالتالي انت هتتمتع كمشاهد، كمشجع لفريقك، كمنتمي للنادي اللي بتشجعه. فدي كلها امور مهمه قوي نتمنى الاستمراريه، واحنا بنحاول ننوه على الجزئيه دي بالتحديد ان لازم يكون في استمراريه بالشكل الرائع اللي احنا شايفينه ده فيما يتعلق بكل الملاعب في مصر. انت الفتره اللي فاتت كنت بتلعب في بطوله الدوري وبطولات المحليه على استاد برج العرب بس، عشان كنت بتجهز الاستادات دي، فبالتالي ملعب برج العرب كان سيء قوي، شفنا بالتحديد يعني مباراه الاهلي والزمالك، مباراه القمه واللي بيشوفها العالم كله، كان المنظر سيء قوي قوي، سواء ارضيه ملعب وكمان المناخ ساعتها، دي حاجه خارجه عن الاراده، لكن المناخ اثر بشكل اكبر والامطار وكده اثر بشكل اكبر جدا في ارضيه الملعب، بالتالي شفنا مباراه سيئه قوي ما بين اهلي وزمالك في نفس الوقت اللي انت كنت متوقع تشوف احسن مباراه للناديين على مدار التاريخ في ظل الامكانيات القويه جدا عند الفرقتين. فكان غصب عنك ملعب واحد بيتلعب عليه كل الماتشات تقريبا يعني، واجهاد كبير جدا لارضيه الملعب، فبالتالي بتلاقي حفر كثيره في الملعب، فبالتالي ما تلاقيش الشكل اللي انت عايزه. فدلوقتي في فرصه كويسه قوي قوي عند المسؤولين عن الكره في مصر انك ان شاء الله بعد البطوله تبتدي بقى توزع المباريات في الموسم الجديد على الملاعب كلها، تبتدي تشوف الملاعب المقفوله دلوقتي ممكن خلال بطوله الامم الافريقيه لو في مقدره على كده، واكيد في الامكانيات الكافيه ان انت تعمل ده،
تحول تعلي من مستوى هذه الملاعب اللي مش هتستخدم في بطوله الامم الافريقيه، تجهزها عشان يبقى عندك عدد كافي جدا من الملاعب، فبالتالي ضغط المباريات على الملاعب يكون قليل، فبالتالي المباريات تفضل او عفوا الملاعب تفضل بالشكل اللي احنا بنشوفه دلوقتي واللي هنشوفه ان شاء الله في بطوله الامم الافريقيه. فلما تفضل بالشكل ده هتضمن مستوى جيد ومظهر جيد للنجيله الخاصه بكل ملعب، ومظهر جيد ومستوى جيد للاعبين، واثاره كبيره جدا جدا للمباريات.